بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا مستمعينا الافاضل، ما زلنا نتواصل معكم بتحديات وانطلاقه اشواط الاصاله واشواط التراث، اشواط هذه الرياضه العريقه، رياضه الاباء والاجداد، رياضه السباقات الهجن العربيه الاصيله. انطلاقه الشوط السادس لفئه الحقائق القعداني ينطلق من مسافه 3 كيلومترات بشعارات اصحاب السمو الشيوخي والسعاده المنطلقه والمندفعه في تحديات ومسار هذا الشوط. نتابع تحديات المقدمه والصداره الشوط. هنا المتابعه مع غازي لسمو الشيخ محمد بن خليفه بن حمد ال ثاني بمتابعه سعيد بن هني المدهوشي متابعا لانطلاقه غازي من يغزو المقدمه في صداره هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتابع القادم هنا والمندفع في تحديات ومسار. المركز الثاني هنا يتواجد بهذا الانطلاق وبهذا الاداء الجميل. نتابع الاسماء المشاركه والمتواجده الباحثه عن الناموس والباحثه عن الانتصار في هذا الاداء المتميز مع هذه الشعارات المندفعه نحو الناموس ونحو الانتصار. نتابع المركز الثاني شاهين لسعاده الشيخ جاسم بن عيد بن محمد بن ثاني الثاني مع بريك بن محمد بن طالب بن هليل في متابعه شاهين على المركز الثاني. المركز الثالث شعار القرافه قادما بكل قوه مع المركز الثالث شباب لسعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني المدهش سالم بن عامر المدهوش يتابع انطلاقه شباب على المركز الثالث. المركز الرابع اتابع الانطلاق والتحدي في مسار هذا الشوط. احد الاسماء المتميزه قادم هنا الذيب لسعاده الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني مع جابر بن علي بن سامر بن سالم العمري في متابعتي والتضمير على المركز الرابع. المركز الخامس هنا القادم حواس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني مع الصارم محمد بن برقان بن مقارح يتابع انطلاقة حواس على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس الأسماء للخمس النجوم المتواجدة في مسار وتحديات هذا الشوط مع هذه الشعارات اللامعة والمتميزة التي تنطلق على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. ولكن أعود مع البداية ومع صراع المقدمة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. غازي ما زال غازيا في مقدمة هذا الشوط بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني سعيد بن هني المدهوشي في متابعة غازي على صدارة الشوط. المركز الثاني أتابع هنا مع 900 متر الأخيرة شاهين يتقدم هنا في منافسات وتحديات المقدمة بشعار سعادة الشيخ جاسم بن عيد بن محمد بن ثاني الثاني بريك بن محمد بن طالب بن هليل في المتابعة والتضمير في هذه الثنائية التي تنفرد في مقدمة هذا الشوط. ولكن أتابع حواس هنا قادم بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني الصارم محمد بن برقان بن مقارح يتابع هذا الانطلاق مع حواس على المركز الثالث. ولكن أعود مع البداية مع منافسات هذا الشوط الثنائية المتميزة التي تنطلق في المركز الأول والثاني بين غازي وبين شاهين في منافسة الشيقة من أجل ناموس ومن أجل الانتصار. ولكن غازي ما زال يقص المقدمة من البداية يريد يواصل لين النهاية بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني سعيد بن هني المدهوشي في المتابعة والتضمير. يقدم لنا غازي مع صدارة هذا الشوط بدت الحركة وبدت الأوامر مع غازي وشاهين. شاهين على المركز الثاني لسعادة الشيخ جاسم بن عيد بن محمد بن ثاني الثاني بريك بن محمد بن طالب بن هليل في متابعة شاهين. ولكن غازي وشاهين اللحظات الخطيرة غازي يغزو المقدمة ويحقق هذا الإنجاز من البداية يواصل لين النهاية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني على فوز غازي وتحقيقه للإنجاز بمتابعة سعيد بن هني المدهوشي. تهانينا والناموس للمركز الثاني شاهين لسعادة الشيخ جاسم بن عيد بن محمد بن ثاني آل ثاني مع بريك بن محمد بن طالب بن هليل. المركز الثالث الأسد لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم بن أحمد الثاني مع عبيد بن علي بن عبيد السناري. الرابع عن وصل شلهوب لهجر الشحانية مع الحوت محمد بن خالد العطية. المركز الخامس
المركز الخامس شباب لسعادة الشيخ فيصل بن حامد بن جاسم بن فيصل، ثاني مع سالم بن عامر المدوشي. إذن مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، هاي المنافسة وتحديات هذا الشوط في هذه التحديات، كما جاء غازي لكي يحقق هذا الإنجاز وينتصر بشعاسة الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني. تهانينا والناموس على فوز غازي وتحقيقه للإنجاز، هو ملخص هذا الشوط. بينما التوقيت الزمني ساعة وصول غازي إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس 4:29.8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني. تهانينا للمتابع لهذا الشعار سعيد بن مني المدهوشي المركز الثاني. جاء شاهين بتوقيت زمني وقدره 4:30.30 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ جاسم بن عيد بن محمد بن ثاني الثاني. تهانينا والناموس لبريك بن محمد بن طالب بن هلالي المري على من تابع شاهين في المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث الأسد 4:34.36 ستة أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم الأحمد الثاني على فوز الأسد في المركز الثالث. وتهانينا العبيد بن علي بن عبيد السناري على فوز الأسد في المركز الثالث. تهاني والناموس لجميع الفائز.